لم نعتبر الأدب شيئا يمكن أن يذهب المرء إلى الرباط ليتخصص فيه في كلية الأدب. لذلك عندما حصلت كنت معلما، يعني تخرجت من مدرسة المعلمين في المشور سنة 62، وعندما حصلت على البكالوريا سنة 64 كان بإمكان المعلمين أن يتعاقدوا مع وزارة التربية الوطنية لكي يشتغلوا أساتذة في الثانوي بفائدة أن يحتفظ لهم بأجورهم كمعلمين. وذهبت أنا مع بعض أصدقائي الذين كانوا في نفس الحالة، ويعني انتسبنا بعقدة إلى المدرسة العليا للأساتذة، ثم هي دخلتنا إلى كلية الأداب لكي نحضر الإجازة. وكان في، ذكرت هذا مرات عديدة وربما لم يسمعه بعضكم أو لم يقرأه، وكان في المدرسة العليا للأساتذة كما هو طبيعي شخص موجه يقوم بالتوجيه حسب يعني الاختصاصات التي يحتاج إليها. وكان نحن، كان أمامنا نحن حملة البكالوريا الأدبية أن نختار بين الأدب والتاريخ والجغرافيا والفلسفة. أنا وصديقي الله يرحمه نذكره لأنه هذه فرصة، صدقي علي، علي صدقي أجيكو، كنا يعني عملنا الابتدائي والإعدادي فريد العروس، ثم بعد ذلك اخترنا الفلسفة، أردنا أن نكون فلاسفة، لكن الموجه لم يلبي طلبنا لكي نتخصص في الفلسفة، بل أعطانا الاختيار الثاني الذي هو التاريخ والجغرافيا. ويعني وفهمنا أو علمنا وأدركنا فيما بعد أن الأمر ليس بهذه البراءة، لأن الإخوان الذين كانوا في يعني فوجنا من الذين أعطيتهم الفلسفة كانوا من الشباب المنتمين للأحزاب التقدمية في ذلك الوقت، ونحن لم يكن يعرفنا أحد، ربما كنا تقدميين ولكن كنا مغمورين. على كل حال يعني هذه الأشياء نشاركها معكم، لأن على كل حال يعني دخلت في التاريخ والجغرافيا، يعني مضت، كان من الأساتذة ديالنا، من أساتذة الناس سي علي ومليل في الفلسفة، وبعد مرور أكثر من يعني تقريبا 40 سنة كنت يعني كان ذاك سفير، قلت له ما جرى؟ قال لي داروا فيك الخير، ما عطاوكش الفلسفة عطاوك التاريخ والجغرافيا. على كل حال أنا كنت أستاذا للتاريخ والجغرافيا وباحثا في التاريخ، في تاريخ مشيت الجغرافيا أنا في البداية تبدأ بهما معا وتتخصص، كنت أستاذا في التاريخ وباحثا في التاريخ. كيف أتيت إلى الرواية؟ هذا قدر مقدر. كنت في باريس ذات يوم في سنة 97 وفي المطار، في مطار شارل دوغول، اشتريت رواية كنت أسمع بها، صدرت هي رواية باولو كويلو لا كيميستا أو لا كيميستا، فالكيمياء يعني قرأتها في الطائرة، فقلت في نفسي هذا شخص نال شهرة كبيرة، لأن ذاك في تلك السنة، في تلك السنة أخذ جائزة الفيمينا، يعني بري فيمينا، فقلت خذ فكرة من عندنا وصاغ بها رواية. هذه الرواية، هذه الفكرة يعني أخذها مباشرة أو بكيفية غير مباشرة، هي الموجودة في أنك تبحث عن، يعني اللي قال تبحث عن كذا وفيك العالم الأكبر، يعني أنك تبحث تذهب بعيدا وتسافر والواقع أن الذي تبحث عنه هو فيك. فقلت سأبحث عن فكرة من عندنا وأبني عليها رواية أنا كذلك. ف
فظهرت لي ظهر لي الحديث القدسي: أنا عند المنكسرة قلوبهم. فقلت سأكتب رواية حول هذا الحديث، طبعا لا أذكر الحديث ولكن المعنى. قلت: من الذي ينكسر قلبه؟ النساء في بعض الحالات يكون في حالة منكسرة القلوب ولكنهن يكون أقرب إلى الله. فعلى هذا الأساس، هذا هو السبب، كتبت جرد أبي موسى. قلت يعني هذا دواء علاقتي بالرواية. بعدما صدرت هذه الرواية يعني استغرب الروائيون والنقاد وقالوا: من أين هذا وكيف وقع وكيف ينبغي كيف أمكن أن يقع إلى آخر. استغرب واحد كيتسمى الأوتسايدر، يعني ذاك اللي كيجي من على برا، ذاك الغريب يعني المتطفل الطارئ، يستغرب له. فقلت باش ندير، خصني ندير اليوم رواية أخرى، لأن هنالك من قال بأنه جلس يكتبها يمكن 10 سنين ولا كذا. أنا كتبتها في 7 ديال الأسابيع الأخراني فيها في ذاك الأوتيل اللي كاين في الشارع تما، نسيت سميتو. يعني في الصيف مراكش كملتها، لأن هذاك الشيء كيلبسك وكتبقى ما كتبقاش تقدرش تخرج منه باقية تتكمله. المهم الذي كتب على جارة أبي موسى قال هذه رواية وهذا كذا هو أحمد اليابوري. أحمد اليابوري كان هو يعني داك تقريبا عميد النقاد داك. فيعني قلت إذا يمكن نكتب رواية على كل حال. المهم هكذا بدأت قصتي مع الرواية. ثم بعد ذلك قلت يعني أشياء أخرى اللي جات من بعد. ثم بعد ذلك قلت عندي دين مراكش كتسالني شي دين كيخصني نأديه ليها، وكتبت جيران أبي العباس. هذا الدين وأديه لمراكش نسبيا. أولا لأن العصر الذي كان فيه أبو العباس، وهذه من أقدار الله المعجبة، أن أبو العباس هذا جاء يعني شابا أو يعني ما بين الطفولة والشباب، وجلس على يعني هناك فوق صخرة إيجليز اللي هو روش نوار، اللي هو الصخرة السوداء، هي إيجليز بشلحة الأمازيغية الصخرة السوداء. جلس هنالك والعسكر الموحدي محيط بمراكش. ولما دخل الموحدون إلى المدينة دخل معهم، وأرى وشاء الله أن يقضي في مراكش مدتهم المزدهرة إلى سنة 603، يعني 60 سنة ديال أبو العباس، هي 60 سنة الموحدين، هي 60 سنة ديال أوج الحضارة المغربية. لذلك فديك الرواية فيها هذا المعنى، وطبعا العاصمة هي مراكش. على كل حال هذه علاقتي بالرواية. شكون اللي ذكر التدخين؟ ذكرتي التدخين ياك؟ التدخين ما دمت ذكرتي شوط كيبيكس، كنت معاه في مناقشة في إكسون بروفونس، قال لي يعني قضية التدخين الآن يعني ماشي كندعيو الناس يدخنوا، ولكن غير الأمور كيفاش كينظروا لها. قال لي بأن شيخه في دمشق كان يدخن، وأن شخصا ما جاء إليه ليستفسي طور أحواله وكذا، ورأه يدخن، ف يعني كيقولوا الصوفية أزن عليه، بمعنى انتقده داخليا. عندهم حتى هما مصطلح قول وزن عليه، بمعنى انتقده، قال هذا كيدخن، إذا ما هذاك الشيء ما عنده والو. قال لك فلما بلغ إلى داره وجدها عامرة بالدخان، ما قدرش يدخل. على كل حال هذه مسألة الصلاح هو شيء مهم كذا، لكن هو نقص في المقصود، ماشي هو المقصود. ذكرتي التأصيل، أنا يمكن غامرت في 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 في
في ظهر الكتاب وقلت هذه من روايات التأهيل الروحي. هذه مغامرة، لأن التأهيل الروحي، التأهيل المقصود هنا هي الانيسياسيون. الانيسياسيون كاين لو رومون انيسياتيك، وكتب على رومون انيسياتيك لو ريسي انيسياتيك افريكا اوروبيا الى اخره امثله والذي يؤهل. يعني اظن ان الامر يتعلق باكثر من ذلك، لان تاملت قلت ما هو المقابل، الله المصطلح المقابل لهذا الانيسياسيون في القران الكريم. ان احنا يعني المرجع ديالنا القران الكريم، واش مساله ديال مرور شخصي عابر او هو اكبر من ذلك. فعلى كل حال كاين واحد اللي كتب على الرومون انيشياتيك سميتو كزافيي غارنييه من باريس 13، واحد البحث عنوانه اكوا ريكونيتون ان ريسي انيشياتيك، ما هي العلامات التي يمكن بها ان نعرف هذا الشيء الذي يسمى بالحكايه التاهيليه والمؤهله. يقول فيه، وهذا كيهم هذا الجمع هذا، ماشي لا ادخل في تحليلاتي المتعلقه بالرومون انيشياتيك، ولكن يقول مما يقوله، يقول بنفس الحركيه التي يتولد بها كاتب عن عمل ادبي، ان عندما يكتب كاتب عملا ادبيا يتولد كاتب، بنفس هذه الحركيه تتولد جماعه كيسمعهم كوميونيتي من القراء، لان الكاتب هو قبل كل شيء عضو مؤصل لدائره من العارفين. فيعني قلت ان ليزينيسيي هما العارفين بالمصطلح الذي يهمنا، سنسميه انيسيي هو عارف بالمعنى الصوفي، لدائره من العارفين تنشا حول عمل ادبي. وهكذا نعتبر عمليه التاهيل جوهريه وتكميليه للادب ككل. وهذه الجماعه جماعه القراء ليست سريه ولكنها غير ظاهره، وهي في الغالب خفية عن كل عضو فيها. فبين قراء كاتب معين رباط ينعقد في عالية تفرداتنا الخاصة، سماها اونامون دو نوز انديفيدواسيون ريسبكتيف، وليس رباطا اجتماعيا ولكنها رابطة عاطفية حول عمل أدبي مندسة تحت النظام الاجتماعي، وهي في نفس الوقت متأرجحة ونشيطة. قال نحن بحاجة إلى تكوين هذه الروابط، روابط القراء، لأنها تنعش الجسم الاجتماعي في كليته وتشكل البعد النشيط المؤهل للأدب. إذن فهذا ينطبق على يعني جمهور هذه جمعيات الكتبين، يعني مجلس الكتبين. فيعني هذا كيوصف على انه اجتماع حول كتاب متعددين وقراء حول كتاب، هذا يعني فعلى كل حال هذا التأهيل في الحقيقة ينبغي ان نعود فيه الى اصله بالنسبة لنا. يعني في مراكش حسب الشيخ ابن الموقيت اكثر من 330 ولي، هؤلاء كلهم ساروا سيرا معينا ليرى فيهم الناس هذا الوصول الى الولايه. هذا الذي ساروا فيه هو الموصوف في هذه الروايه. هذه الروايه تصف، لذلك فهي في الحقيقة ليس لا برواية ولا اختيار، هي واحد الوصف ديال واحد السير، ولكنه بكل تلافيفه الغير المعتادة عند الناس، وأن يعني أن تخضع لتأهيل
وتجتاز وأن تسير بإحدى السرعتين، هذه ما ذكرتهاش. كاين سرعة المرأة وسرعة الرجل. المرأة هنا صارت بسرعة ضوئية، هذه السرعات كتسمى الفضل، الله تعالى أراد وجعلها في أعلى مقامات. والآخر المجاهدة، كاين هذا السير هذا في جوج ديال السرعات، دو فيتاج، سرعة المجاهدة وهي طويلة وشاقة، والله تعالى ما محتاج المجاهدة. إذا أراد أن يتفضل على شخص أوصله في رمشة عين، ولذلك في يعني في الطريق الصوفي كاين هذه السرعات، يعني ماشي دائما المجاهدة، هي المجاهدة داخلة في السنن وفي الأسباب، ولكن الله تعالى ما خضع شيء للمسائل الأمور اللي خلقها، هو اللي خلق الأسباب. قلت ينبغي الرجوع إلى الأصل، ما هو الأصل في هذا كله؟ ماشي قضية التأهيل ديال الانيشياسيون اللي كيهضروا عليها هادو، لا، الشيء ديالنا شنو هو الأصل فيه؟ الأصل فيه هو قول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما الله تعالى أمره بأن يبلغ كان يدور في الشوارع أو طرق مكة ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وبعض الناس بدأوا يقولوا لا إله إلا الله وكيتغير أحوالهم، وقالوا عليه ساحر لأنه كيغير الناس من حال إلى حال. وبالحقيقة شنو؟ كيقول لهم قولوا لا إله إلا الله بمعنى تخلوا عن عبادة أنفسكم وأنانية، اللي كنسميوها حنا الأنانية، الصوفية كيسميوها النفس، والقرآن سماها النفس وقال بأنها لوامة، لا بأنها أمارة بالسوء ولوامة وقد تكون مطمئنة. في ذلك الأمر كله يدور حول النفس، وهذا الأمر هذا يشمل السياسة ويشمل الاجتماع ويشمل الاقتصاد ويشمل كل شيء، اليوم والبارحة وغدا. هذا أمر هو الأمر الحقيقي بالنسبة لهذا الإنسان الذي خلق ضعيفا، هو خلق ضعفه في نفسه، يعني معا من نفسه، وعليه أن يجتهد لكي، وما قاله بجوج، لكي يتحرر. هنا ذكرت الحرية، ويعني أنا طمأنيت لأنك ذكرت الحرية، الأمر كله يدور حول الحرية، واش ديليفرانس ولا بيرميسيفيتي، هذيك حاجة أخرى. الحرية اللي بها الآن يعني كنسمو هي كل واحد يدير اللي بغى، الله تعالى ثم الكونترا سوسيال هو ماشي كل واحد يدير اللي بغى، كيخصنا نتنازلوا باش يمكننا نتفقوا، وتبقى الحرية الفردية بمعنى دير راسك ما بغيتي تهلكها ولا تصوبها ولا ما بغيتي. فالجوهر الأمر كله، بحيث أن إلا ما كتب شي رواية أخرى كافية هذه، بغيت داكشي اللي بغيت اللي يمكن يوصل للناس. جوهر الأمر كله في الإنسان، سبب سعادته ونعيمه وشقائه وكذا، هو الأنانية. والأنانية هي اللي قال الشح، يلقى شح نفسه فولا يكون مفلحا، الشح لاكوبيديتي يعني بمعنى سلكا. لذلك أمر التصوف هو هذا ليس أكثر، ولكن دخلته طقوس كثيرة، وهذه الطقوس في بعض الأحيان تصبح حجابا عن الحقيقة. والحقيقة التصوف شيء وحيد، وحيد ووحيد وحيد، هو محاسبة النفس. إذا كان شي واحد في العشية كيحاسب راسه أش دار ويأخذ كذا الغد له، هذاك متصوف حقيقي. ما عدا ذلك، ما عدا ذلك ما أشياء تخلقات في الزمان، لا هي لا شعر ولا ناتر ولا كذا ولا داكشي، كله هو كل ما كتب كل الأصل فيه هذه القضية محاسبة النفس، دو التصوف. لذلك هؤلاء، هذا الشخص، هذا الرجل وهذه المرأة التي
أخذت دفعته إلى هذا، كان تيسر لهما من النعيم ما لا يحصى ولا يقدر. فسمعت من أساتذتها في البصرة أن هنالك شيئا آخر، فلما أحبت هذا الشخص أرادت له شيئا آخر، قالت له هنالك شيء آخر غير هذا الذي يعني نرفل فيه وهذه البحبوحة من العيش، علينا أن نبحث عنه. فوقع أن أحد عبيدهم عبيد الدار هو هذا الذي وقع له، جاءتهم الأخبار أن الطير تقف على كتفه. قالوا على الأقل بعدا نبدأ بهذه نعرف هذا شنو. فأبى لم يريد أن يفصح عن شيء، لأنه أراد أن يطمئن إلى أنهم في الحقيقة على استعداد لأن يؤدوا يعني ثمن معرفة هذا السر. ذلك الحقيقة ماشي سر الآن، يعني كاين السر، فلان عنده السر، ما عنده والو، عنده أنه يقول لك كاين الهمة ديال الشيوخ وكذا إلى آخره، أنه يهديك إلى أن تحاسب نفسك. فقال له يلا تفضل، وهو لم يظهر لأنه ملامات ما ادعى أنه شيخ، يعني قال بأنه يأخذ التعليمات من جهة أخرى. فبدأ يعني بدأ هذا التأهيل الذي استمر يعني سنوات، ووقع لهما ما وقع. فلذلك هذا الشيء هذا قلت الله تعالى يعني من بعد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الله تعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ما هي مهامه الأربع، يعني يعلم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. المسلمون يعني كيعرفوا ما هي تلاوات الآيات، الحمد لله نحفظ القرآن ونتلوه ونجوده ونتفنن في كتابته وجوده، هذه مسألة حاصلة. كيبقى ما هي ويزكيهم عند المفسرين كلهم ويطهرهم من ماذا؟ قلما وقع يعني التفسير يعني الإفصاح والتوضيح في هذه المسألة. كل هذه القضية أن الإنسان يصبح مملوكا لما يملكه. فهذا التشوف الذي تكلمت عليه، كاين واحد السيد من دوك المترجمين هناك، هذيك النوبات الحكمية اللي هناك، جاوا قالوا ليه راه مات الوالد وراك ورثتي. قال لهم الله يهنيكم داك دبروا معاه. قال لهم إذا ملكت احتجت إلى السلطان، أنا لا أريد أن أملك فأملك. هذا ضعف، هذا مزيان يعني زهد ولكنه ضعف، لأن المهم هو أن نملك الكثير ولا يملكنا هذا الكثير. هذا فهذه هي القصة ديال هذه الرواية كما فهمتها، وكما يعني هي كدور حول لأن هذه القضية كتبقى قضية ويعلمهم الكتاب والحكمة. طبعا الكتاب لأن على ليكواسيون اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنه بلغهم المقصود وهيئهم للقبول ثم قرأ عليهم الكتاب، لذلك كان سهل عليهم الكتاب، وثم من بعد درجات ديال الحكمة. حنا اش كنديرو كما كيتقال كوميونيكاسيون انفورماسيون ترانسفورماسيون وشوف، لا هو لا قال غادي نجيب لهم الكتاب وهما ما مستعدينش انهم يتعلموه، لذلك كيخص غيرهم تصبحوا مستعدين للكتاب. ذلك قال أنا ساحر إداك قرأ عليهم الكتاب فخضعوا الكتاب وأمر. الفتنة الكبرى التي وقعت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت لأن الكثرة الكاثرة التي جاءت بعد هذه التلة المهيئة ما كانش عندها شي تربية من هذا الشيء، رجعت لما هو. هما كانوا معاه، كانوا حتى ذاك الوقت هذوك الذين قالوا لي هي اللي قال عليهم الله تعالى يلمزونك في الصدقات، كيقول لي راك ما كتسمع، راه حتى هما بمعنى ماشي كلشي كان يعني محوال مهيا يعني انيسيه كما كنقولوا مؤهل. لا، ذلك مساله ديال
الإسلام والتربية التي ينبغي أن تكون في المدرسة وفي الزاوية وفي الشارع وكذا هي التربية المحاسبة. الآن المحاسبة كنديروها في كونتابيليتي بوليتيك وغيرها، محاسبة اش درتي ماش ما درتي، وكيخص كل واحد يحاسب نفسه، لأن لا كل واحد حاسب نفسه شنو غيوقع، الكلفة ديال الاقتصاد والعيش غادي تنقص، بل غادي تمشي حتى كتولي تقريبا لا شيء، كل واحد يتحمل اسمه ديالو، كلفة الصحة، كلفة التعليم، كلفة الأمن، كلفة العدل، كلفة كل هذه الكلف بسبب نفوسنا. ذلك الأمر ليس بهذه الهامشية، أمر يعني مركزي، ولذلك ينبغي أن يشرحه الناس وبعضهم لبعض وأن يشتغلوا عليه وأن يوضحه، وهو ليس فيه أي غموض، يعني قضية ديال لذلك هذاك الولد في الأخر دار شحال الفضايح، ومع ذلك في الأخير لا الله تعالى عاوتاني دخل من ذاك الباب دمو ديال الفضل ديالنا، مشى ليه الطائر حط عليه، والطائر في الحقيقة هذا الحيوان إمتى كي يأكل بنادم؟ إذا كان بنادم حيوان، حيت كيكون كيدرج حيوان مع حيوان، إذا كان بنادم فيه السلم الداخلي كي يألف ويؤلف، كتبدا من دوك المشاش ودوك الكلام اللي كطبيهم وكذا وكيعرفوك بعد، يعني مولاي بو عزة كان كيتعامل مع السبوعه وكذا، هذوك العلماء فاش كيطلعوا عنده للجبل كيتعجبوا، وبعض الخطرات كيقبطوا بالسبع وداك الشيء كيمشي حتى كيفكهم، لانه اش كان هو ماشي كان كيقسى على نفسه، كياكل غير الدفله، كياكل الدفله كيصوبها وكياكلها. فقال لي واحد من علماء فاس اللي كياكل الدفله يغلب السبع. وهذه هي الخاتمه. شكرا لكم.